اخويا بغينا غير نهضروا على هذا العيد، راه حنا وصلنا للعظمره ما عندنا لا عيد لا والو، الناس مأزمه، الحركه ميته. انا كنخدم هنا 3 ايام في السيمانه، وخاي كيخدم 3 ايام في السيمانه، وكنعطيو نهار الحد للوالده وبشرى بينا وبزاف تاع الناس والو. وهاد السياسيين باش يجيو يشوفونا ما كيشوفونا، ما كيدقوا علينا والو، ما كيجيوش يقولوا الناس كي راكم دايرين. المجالس الاخرى كانوا كيجيو يفكروا فينا ويعطيونا العيد ويدبروا علينا، هادو والو يا خويا ما كنستافدوا حتى حاجه. والله ينصر سيدنا، والله يعليلو، والله يشافيه، والله يخليه لوليداتو. حنا باغيين نشوفوا هاد السياسيين، هما سيدنا عطانا اللي كتب الله ومازال كيتهلا فينا. وكنشكر هاد القناة ديالكم، كتهلا في الشعب وكتوصل كل شيء. والله يخليكم، والله يطولنا عمركم حتى نتوما. يعني ما كاين لا تجارة لا والو بعد هاد الوباء هذا، كنا ما كاينش تجارة، ورحنا حابسين ما عندناش، ما تجارة مور مقتولة، الناس ما عندهاش حتى هي، ما كاين لا هادي لا هاديك. وبالنسبة للعيد واش عندكم دابا القدرة باش أنكم تعيدوا؟ لا والو ما كاينش، ما عندناش، يعني ما عندناش إمكانيات باش حتى المواطن كاين المسكين ما عندوش، بزاف الناس النص اللي ما عندوش، لأن الناس ما عندهاش باش تشري هاد الشيء هذا، ما كاينش. والحركة ما تحركاتش؟ لا والو، الحركة كما كان، كما فرشنا، كما رحنا مازالين، ما كاين لا تجارة لا والو. وشنو كتسناو من الجهات المسؤولة؟ إيوا كنستناو الدعم، وكنستناو الله سبحانه وتعالى هو اللي كنتمناو هذا الوباء يحيد علينا باش نصدقوا الله ونكونوا مزيانين مع الله سبحانه وتعالى. كما كتشوف القضيه راه يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي كتفرح، ولا حيت منين نصبح حنايا التجاره، انا المهم كندير خضار فهمتي، يعني شفت حتى الخضره كنت قبل كورونا، يعني كنا كنبيع شويه كنجيبوا نهارنا، اما دابا راه ما كاين حتى شي حاجه والو. يعني الاغلبيه كيجيب مثلا السلعه اللي كيجيب كيرد النص ديالها، يعني من ناحيه ديال الدعم كاين اللي شد كاين اللي ما شد، حنايا بعدا ما استفدنا ما والو. يعني كاين اللي شحال من واحد كنعرف من الدراري، يعني كاين اللي ما خد، كاين اللي ماشي رب اسره وما فهمتي ودا، وكاين اللي ارباب اسره وما داوش. المهم حتى حاجه ما كتفرح كبير بوجديد، لا والو الصراحه ما كاينش. يعني عاد حنا عاد كنشوفوا، يعني كل نهار حنا كنديروا واحد السباب وكامل على الله وصافي. يعني دابا من ناحيه يعني حتى واحد ما كيفكر في العيد، ما كاينش اصلا الاجواء ديال العيد. وبالنسبه لقوه بنادم ان ما عندوش يعني واحد الصالير اللي كيدخل فهمتي، وبقوه ما التجاره ميته، يعني ما بقاش بنادم كيفكر في العيد ولا. يعني الاغلبيه كيقول لك انا بحال ندخل غير طرف الخبز لولادي. الراش انا اللي كيفرشوا راه ما عندهم حتى شي مدخول، ما كاينش حتى الساعه ما كاينش مدخول، من الحجر الصحي حتى لدابا كتبيع بيازه. واش بيازه اش غادي دير لك في النهار؟ دير بها 20 درهم ولا 30 درهم اش دير؟ واش تخلص بها الضو؟ واش تخلص بها الماء؟ واش تخلص؟ اذا المسائل راه مازال ما كاين حتى شي حاجه. كتسناو المساعده؟ انا كنتمناو يعاودنا يعطيونا داك المعاونه، حيت الساعه راه كلشي كينتظرها، ما كاينش اللي ما كينتظرهاش. ولا عطاو فهاد الساعه هذه راه بان بالنسبه راه غادي يخفوا شويه على هذا الحجر الصحي، لان الناس كلاس الدق بزاف، كلشي كلا الدق. مستعدين للعيد؟ فهاد الساعه خويا مستعدين والو، ما عندناش، ما نكذبوش على الله، نبداو نقولوا حنا مستعدين للعيد، وحنا كنبيعوا بياسه في النهار. واش غتخلص بها الضو؟ واش غتخلص بها الماء؟ يمكن لكش تاي. جاب الله شي حاجه من هنا فوق، ما ربما ما نعرف، حنا كننتظروا، ولكن ما يلاه كنتقدوا مع المصيرف ديالنا. والضو دابا مازال الضو ما خلصناش كاع، حتى الضو مازال ما تخلصش، كيف غادي دير لهاد العيد؟ الظروف كنعيشوها زعما الصراحه على قد الحال، ظروف يعني ناقصه، ماشي شي ظروف يعني انسان يقدر يقول راني توفر لي جميع الامكانيات ولا شي حاجه، ولا عايشين يعني الله اللي عالم علينا، فهمتيني؟ على قد نعم والله يا خويا الا باقيين على الله اش نقول لك. دابا في ذاك العيد لقيتينا كنتناقشوا بعضياتنا وكنتسناو الله سبحانه وتعالى، ماشي زعما ولا الا كان بحال هكا يعني شي محسن اللي يقدر يعني يدير فيك واحد الجزاء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي كان. الانسان اللي ما عندوش هي راه ما غاديش يقدر يواجه هذا العيد، هذا صعوبه. والدعم راه كاين انسان اللي استفد، يعني هذيك المرحله الاولى والمرحله الثانيه راه استفدوا الناس، ولكن المرحله الثالثه راه مازال ما عطاو الناس ولا حتى شي حاجه، مازال الناس راهم يعني خايفين بزاف من ناحيه الدعم الثالث، يعني خصهم باش يتعاونوا خصهم الدعم. يعني الدعم، وخا الدعم شويه راه قليل نسبيا، ولكن
الحكومه راه انسان خصو الدعم باش يعيد وباش